مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج فيستوك، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا. مساء الخير يا عبد المنعم. مساء الفل عليك يا جهاد، ومساء الفل على كل الساده المشاهدين. والحلقه ان شاء الله هتبقى النهارده مميزه ومختلفه، وباذن الله هيبقى مواضيعنا كلها جميله ان شاء الله. باذن الله. حبينا نبدا كلامنا معاكم النهارده بحاجه ايجابيه، والحقيقه هي حاجه فرحتنا وادتنا شعور بالامل في المرحله المقبله، وهي ان القوات المسلحه حولت معرض الكتاب الدولي الى اكبر مستشفى عزل في الشرق الاوسط. ايه رايك في الكلام ده؟ خبر ممتاز. قلنا قبل كده وزمان الاعلاميين قالوا وكل الناس قالت ان الدوله المصريه بتسعى جاهده ان تحسن صورتنا قدام نفسنا. الشعب بيحاول يساند مع الجيش والشرطة، مؤسسات الدولة، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الناس كلها لما يعملوا معرض زي ده بالحجم والقيمة دي عشان خاطر نواجه هذا الوباء، فده إن دل يدل على ان احنا دولة شغالة، دولة بتحاول تثبت نفسها، ومش محتاجين حد يقول انتوا بتعملوا او مش احنا عارفين احنا بنعمل ايه، احنا عارفين ان احنا دولة قوية ودولة قادرة ان شاء الله هيتواجه اي حد. بالظبط، وخصوصا ان احنا الفترة اللي فاتت شفنا ان ما كانش في اماكن في المستشفيات، وان كان في بعض الناس بتتعزل في البيت بسبب ان ما فيش اماكن، وعدد الوفيات والاصابات ارتفع لدرجة كبيرة جدا طبعا الفترة اللي فاتت. اكيد طبعا كان هو خبر، يعني هو مش خبر، انت بقيتي في روتين يومي كل يوم شايف الاعداد بتزايد. طب فين الوعي يا جماعة؟ ما هو برضه المشكلة مش هي ليست مشكلة الحكومة لوحدها، ولا مشكلة الرئيس أو أي حد، لا هي مشكلة لازم الرئيس بيدي قرارات أو بيدي تعليمات الشعب بيتبعها، الشعب هو المقصر في حق نفسه وفي حق دولته. بس الموضوع ده ادانا شعور بالامل في ان المرحله المقبله على الاقل ان الاصابات هتلاقي مكان تتعالج فيها. بالزبط. وده هيقلل من معدل الوفيات، لان هيكون في رعايه طبيه، هيكون في عزل طبي، هيكون في حاجات كتيره جدا بتتوفر في المكان ده. برضو احنا لما شفنا في الصور والفيديوهات بتاع الموضوع هي مجهزه باحدث الاجهزه، مجهزه بطريقه كويسه جدا، فدي حاجه بصراحه يعني فرحتنا لما شفناها. احنا قلنا قبل كده ان الدوله المصريه قادره تعدي على انها تعدي اي مرحله، دوله ربنا ذاكرها في القران، دوله ربنا بيحبها وقال على جنودها ان هم خير جنود الارض. احنا دوله قادره بدمنا وبدم شهدائنا وبمجهودنا هنعدي. بالزبط. وهنوصل ان شاء الله باذن الله. بما اننا برضو بنتكلم في موضوع الكورونا، تعال نروح بقى لحاجه مهمه جدا، وهي بلازما المتعافين من فيروس كورونا. طبعا احنا شفنا مهازل كتيره جدا حصلت في الموضوع ده. بعض الناس اللي تم شفائهم بدأوا ان هم يعلنوا ان هم هيبيعوا البلازما بتاعتهم باسعار عاليه جدا، وصلت ل 20,000 جنيه. يعني المريض دلوقتي بيبقى تعبان جدا، وانت عارف قد ايه اعراض كورونا بتكون شديده، اهله بدأوا يضطروا ان هم يبحثوا عن 20,000 جنيه حتى لو مش معاهم المبلغ علشان يشتروا البلازما علشان ربنا يشفيه. طبعا كل شيء بايد ربنا، ولكن لازم ناخد بالاسباب. انت شايف الموضوع ده ازاي؟ هقول لك بقى، الناس احنا مشكلتنا شعب استغلالي الا من رحم ربي. بعض الشعب ما بقول لك الا من رحم ربي، عشان ندي كل واحد حقه، ما ينفعش نعمم. لا طبعا، لا انا مش بعمم، انا قلت الا من رحم ربي. الشعب او يعني في ناس ما عندهاش ضمير، ودي موجوده في اي مجتمع في الدنيا، بتستغل الازمه اللي بتمر بها البلد فتغلي عليك السعر في اي حاجه معينه، في سلعه معينه، في موضوع البلازما ده مثلا، تقول لك لا انا خلاص الناس هتدفع، انا مثلا انا اصلا ما عنديش كورونا وما لا عيد بكورونا ولا بقيت متعافي، بس انا هتبرع، هطلع اعلان على الفيسبوك واقول لك يا استاذ جهاد لو حضرتك تعبانه انا ببيع، انا هتبرع لك بالبلازما. ده اللي احنا شفناه على الفيسبوك الفتره اللي فاتت. بالزبط. ان في ناس كانت بتعلن ان هي هتتبرع بالبلازما بتاعتها وعرضتها ب 20 و 30,000 جنيه، فاهل المريض لما بيروحوا ياخدوها منه وقت سحب العينه بيلاقوا ان هو اصلا ما كانش عنده كورونا. الاسعار ولعت، الاسعار نار. بس اللي هو لما بيلاقوا ان هو ما كانش عنده كورونا، فاللي هو انت ازاي يعني هي التجاره بقت في دي؟ احنا بنتاجر في ده؟ الضمير. الضمير. للاسف. هو المشكله في الضمير. مشكلتنا ان احنا هربط المواضيع ببعضها، بعدنا عن ربنا. وقصرنا في حق ربنا وفي حق انفسنا. احنا انا مش قادر اقول ان ده ابتلاء او عقاب من ربنا اللي احنا بنمر بيه ده على العالم كله، ولكن احنا فعلا في الفتره الاخيره تراجعنا ومشينا في سكه بعيده جدا، وكلنا انا لا ابرئ نفسي من الذنب، كلنا بعدنا عن طريق ربنا. احنا المفروض هو ربنا بيبتلينا عشان يهذبنا مش عشان يعذبنا. اكيد. اتمنى فعلا ان احنا نتعلم نقول لاولادنا. بس الموضوع مؤسف في حاجه كده معينه، انت ربنا شفاك من حاجه كانت صعبه جدا، وناس كتيره جدا جدا مش في مصر بس، على مستوى العالم كله ماتت بيها، وانت اكيد شفت تعب كبير جدا وشفت الموت بعينك في المرض ده. ربنا شفاك وكتب لك حياه جديده من اول وجديد، فانت ما اتعصتش، ما خدتش عبره من اللي حصل لك،
يعني لما ربنا شفاك ووقف جنبك وخد بإيدك رايح تبيع البلازما بتاعتك، انت ممكن تكون سبب في شفاء شخص تاني. يعني الموضوع فعلا كان مؤسف جدا استغلال. لما بنشوف عدم انسانيه. بالظبط، استغلال. استغلال زي ما قلت لك، انا اصلا مش عيان، بس هقول لك يا جاد انت عيانه، تعالي خدي ب 20 30 الف جنيه. استغلال. لما نبص للموضوع ده ونربطه برضو باول موضوع الفيروس خالص، كان في احتكار لبعض الكمامات فعلا، كان في احتكار للسلع الغذائيه، في احتكار الكحول مثلا كان بيحصل لكل المستلزمات ومش لاقيينها. برضو ده كان ازمه شعب، احنا اللي عملنا الازمه بايدينا اكيد. فبص خلاصه القول، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يا رب تكون الرساله وصلت. يا رب اتمنى يعني، لكن احنا الحقيقه بنغلط وبنفضل نغلط وفي الاخر برضه ما نتعلمش، دي مشكلتنا احنا. بالظبط. عندنا خبر بتاع وزير التعليم، قالوا ايه بقى؟ في طلعت اشاعات يا جماعه، قالوا ان اي طالب لا قدر الله هيصاب بالعدوى كورونا في فتره امتحانات الثانويه العامه وقدر الله توفى، فهو هيبقى ليه تعويض 5000 جنيه لاسرته يعني، والطالب يعتبر ناجح. طب هو اولا هينجح ازاي وهو خلاص توفى الى رحمه الله؟ بالظبط، الى رحمه الله. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، طلعت الوزاره وقالت الكلام ده كاذب. كاذب، مفيش الكلام ده. انت ايه رايك في القصه دي؟ هو اولا القرار ده فعلا عمل ضجه كبيره جدا على السوشيال ميديا، واحنا يعني كبني ادمين لما نشوف حاجه زي كده، هو بصراحه القرار يعني احنا كنا مش فاهمين. طب هو ازاي الطالب لما يموت هينجح؟ هنعمل ايه بنجاحه؟ الاب والام بيتعبوا علشان يوصلوا اولادهم لاعلى المراتب والاحسن حاجه في الدنيا، فلما يوصلوا لحد مرحله ثالثه ثانوي دي حاجه مش قليله خالص. أكيد. فلما ابنهم يروح منهم هياخدوا ايه من التعويض اللي هو 5000 جنيه؟ هيعمل لهم ايه؟ هيشفي ايه جواهم من اللي حصل؟ والله وبرده يعني ايه هيعتبر ناجح؟ ما هو بالزبط. خلاص هو في هو توفى اصلا، هياكل كليه؟ ما هو خلاص انتقل للرفيق الاعلى. بالظبط. وعندنا فقره مهمه جدا النهارده عن الثانويه العامه. اكيد طبعا. وعن كل حاجه بقى عن الموضوع ده ان شاء الله هنناقشها في الفقره الثانيه باذن الله. فزي ما احنا قلنا، هو يعني طب يعني هو 5000 جنيه، لو افترضنا ان هذا القرار صحيح، مثلا لو افترضنا ان هو صحيح، انا لو عندي ابن لا قدر الله وتوفى في حاجه تخص المؤسسات العامه او الدوله بشكل عام، مش شرط كورونا بس، انا هيكفيني فيه فلوس الدنيا كلها؟ لا طبعا والله لو 50 مليار دولار وكمان يعني ايه ناجح؟ ما هو خلاص مفيش حاجه تعوض الضنا. بالظبط. بس يعني هو لحد دلوقتي الخبر كاذب. طبعا، والوزاره طلعت كذبه. انا بقول لك لا، هو انتشر بصوره سريعه جدا وبصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. ده دور بقى الناس اللي بتحاول تبين كل حاجه وحشه في البلد، يسيبوا الحلو ويجيبوا الوحش. بس هو الموضوع فعلا انفس مريضه، الموضوع يعني هز كده في انفسنا حاجات، اللي هو ازاي؟ طب هو دلوقتي مات خلاص، وكمان في ناس كتيرة جدا جدا خايفة تنزل ولادها الامتحانات، يعني في بعض الطلبة هيأجلوا السنة مش هينزلوا. طبعا أنا من وجهة نظري شايفة فعلا موضوع مخاطرة كبيرة. الموضوع طبعا مخاطرة أكيد، ورغم إن في كافة الإجراءات الاحترازية اتجاه الموضوع ده، ولكن برضه هو مخاطرة كبيرة جدا، إن أنا نازل وهمتحن وهقعد في وسط برضه ناس وهتعامل مع ناس وهختلط، غير الضغط النفسي اللي هو أصلا بيقلل من المناعة بتاع الثانوية أصلا. بالظبط، الضغط النفسي بتاع الامتحانات والسنة يعني الكبيرة اللي بتمر على أي طالب. السنة دي هتكون سنة مختلفة تماما، أي ثانوية عامة بتكون حاجة صعبة جدا ومتعبة على أي طالب. طب تيجي نحط مثلا أنا وأنت نفسنا مكان طالب الثانوية العامة، تعال. الطالب بيكون نفسه، هو بقاله 11 شهر بشهر الامتحانات، نفسه يخلص من السنه دي، هو بيبقى داخل اصلا خايف مرعوب. بالظبط، احنا مرينا بالفتره دي، كلنا مرينا طبعا بالفتره دي، والناس تانية مرت. في اللي في النهايه اللي ربنا كرمهم بمجموع زي ما هم عايزين وربنا رضاهم، وفي ناس تانية اللي يعني القدر او هقول لك مش تعبوا، ما استحقوش التعب ده فنزلوا في المجموع، بس بعد كده ربنا عوضهم في حاجات تانية. بالظبط، العوض يا جماعه عمر ما كان لمجموع الثانويه العامه ولا الامتحانات ولا الدنيا دي كلها. العوض ممكن يكون بعد كده في شغلك، في مستقبلك، في اهلك، في زوجه صالحه معاك، في اولادك. الرزق مش كله فلوس ولا مجموعه ثانويه العامه، ده هيلمان على الفاضي. هو لازم يكون عندنا يقين ان ربنا مش بيضيع اجر اي حد احسن عمله. لا ابدا، وان لو انا تعبت اكيد ربنا هيديني على قد تعبي، ولو ربنا يعني ما ادانيش على قد تعبي بالظبط، اكون عندي يقين انه شايل لي حاجه احسن من اللي انا كنت بتمناها، لان تعبي عمره ما هيروح. اكيد. بصي هقول لك على حاجه، دايما بدعي الدعاء ده، اللهم اختر لي الخير ولا تخيرني وارضني به. اللهم الواحد يدعي انه ربنا ربنا عارف لنا الخير فين. اكيد الخير هو ربنا هيدلك على الطريق بتاعك، بس انت خليكي مع ربنا. اكيد. تعالى بقى نروح للتقرير اللي عملناه، اللي هو عن الاجراءات الاحترازيه اللي هيمشوا بيها الفتره الجايه، اللي رئاسه الوزراء اصدرتها الفتره اللي فاتت. عايزين نشوف التقرير جاهز يا شباب؟
واضح ان في مشكله في التقرير، هنشوف مع بعض تاني يا جماعه. في مشكله في التقرير، هم هيجي كان في خبر امبارح طلعت وزاره الصحه برضو، وزاره الصحه بقى مش وزاره التعليم، كدبته. قال لك ايه؟ في 200 الف واحد راحوا اتبرعوا ببلازمه الدم. القرار ده خطا بالظبط. هو في 200 الف واحد اتبرعوا لكن بالدم مش ببلازمه الدم، يعني ناس متعافين فعلا، هم متعافين فراحوا اتبرعوا ببلازمه، عفوا بالدم مش ببلازمه الدم. طلعت طبعا وزاره الصحه وقالت الكلام ده غلط والكلام ده ما حصلش. وطبعا مشكلتنا احنا ان في شائعات، الناس بتخترع الشائعات. وبعدين انت لو نزلت بوست واحد على الفيسبوك وانت اصلا مش جايب مصدر ولا انت عارف بتقول ناس ايه، بتشير. كل شير ممكن في ساعه تلاقيه يوصل لملايين، ويا حبذا. وده كمان بيكون على مستوى العالم مش في مصر بس. فعلا بالظبط، وانا زي بقول لك فعلا، ويا حبذا كان ضد الدوله. ما احنا هنا بقى لو نركز هنلاقي ان دي من اضرار السوشيال ميديا. ما احنا قلنا السوشيال ميديا سلبياتها قبل كده، اتكلمنا في حلقه فاتت تقريبا عن تقريبا حلقه فاتت، قلنا سلبياته اكتر من ايجابياته. احنا ايجابيات السوشيال ميديا انك بتكلمي حد بعيد عنك، مثلا واحد في بلد تاني، قريبك، اخوك، اختك في بلد تانية بتكلميها، بتتشاتي مع اصحابك، بتهزروا مع بعض، دي كلها ايجابيات بعيدا بقى عن النم اللي بتنموه يعني على الناس او كلنا بننمه بشكل عام يعني، لكن يعني بتبقى فيها نوع من المرح ونوع من تسليه وقت فراغك. ولكن معظمنا تحول عنده لادمان. بالظبط، في ناس بتفضل ماسكه 24 ساعه مش بتسيبه من ايديها. بالظبط. وخلي بالك ان ده بيقلل من طموحاتنا وبيقلل من انجازاتنا في الحياه، بيقلل من تفكيرنا. يعني انا ممكن لو الواحد قاعد مع نفسه كده، خصوصا في الفتره اللي احنا فيها في فراغ كتير جدا، ممكن ان انا اطلع بفكره، اطلع بحاجه كويسه. بالزبط. احدد حاجه في مستقبلي. لكن طول ما انا قاعده مشغوله بيه انا اصلا فكري معزول، انا قاعده كل تركيزي فيه وكل حاجه بعملها فيه، وقاعده اكلم ناس وقاعده اشير بوستات وقاعده اعمل، فاللي هو انا مش مديه نفسي فرصه ان انا افكر في حاجه ايجابيه. شفنا نماذج، يمكن انا من كام يوم او امبارح كنت بتفرج على التلفزيون، شفت كذا شباب ما شاء الله عليهم يعني مجتهدين، استغلوا بقى ايه الحاجات اللي عندهم القديمه، معرفش صوره قديمه هعلقها وهدهن الاوضه جديد وكده. بالظبط. وفي ناس كان في مواهب رسم كتير جدا. بالظبط، ما هي مواهب الرسم كانت جميله يعني جدا. ففي شباب بتفكر. بالزبط. هو بيستغل، هو في شباب كتير مبدع، شباب مصري مبدع كتير. بالظبط. وكان في والمذيعه كانت بتساله بتقول له طب هو انت جبت الامكانيات منين؟ قال لها انا ما جبتش امكانيات، انا اشتغلت باللي عندي، انا بسلي وقت فراغي، بحاول اطلع بحاجه مفيده واستفاده. بالزبط. من الـ 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 الوجود في البيت. بالظبط. احب برضه اقول للناس العبوا رياضه يا عم، العب ستة استعد في البيت اللي فيها يعني، طالما ما فيش جري في الشوارع. دلوقتي احنا التقرير جاهز، هنشوف معاكم التقرير ونرجع لكم تاني. يا جماعه قرارات جديده تتخذها رئاسة مجلس الوزراء يوما بعد يوم لمواجهة فيروس كورونا ولكي تعود الحياة لطبيعتها مرة أخرى. ومن ضمن هذه القرارات عودة النشاط السياحي وعودة الطيران ومن ثم عودة المطاعم والكافيهات. ومن هنا تعددت الآراء بين أصحاب تلك الأنشطة وبين المواطنين. أنا محمد قاسم، مدير إدارة تشغيل مطاعم وكافيهات. وفقا لإجراءات الحكومة طلعت ببيان آخر أسبوعين تمام ب 23 قرار، طبعا اهمهم التباعد الاجتماعي، اهمهم بتشغيل الاماكن عامه ب 50% سواء كانت في الاصطف او في الاداره او في التشغيل عامه او في عدد التيبل اللي بيبقى موجود في المكان هتشغل منها 50% وفقا للاحترازات والوقائيات. التباعد الاجتماعي يبقى بين كل ترابيزه وترابيزه 2 متر على الاقل تمام، بين كل واحد على التيبل اللي قاعد عليها متر على الاقل. جميع تشغيل المكان كله يبقى تيكاوي سواء كان درينكات او اكل، او طبعا الشاش ممنوعه تماما. الاستاف بالنسبه للاستاف ان اول ما يجي يستلم الشيفت بتاعه طبعا بنقيس درجه الحراره بتاعته تمام قبل ما يستلم الشيفت وبعد ما يستلم الشيفت. طبعا لو احنا شكينا في اي حد من الاستاف بان هو درجه حرارته عاليه او في اي حاجه من ضمن الاعراض اللي بتظهر على اعراض فيروس كورونا طبعا بيتعزل تماما تمام، وبيبدا الكشف مع الاستاف الكامل تمام، بحيث ان هو لو في اي حد ظهر عليه اعراض طبعا بنكتشفها من البدايه. انا مش هيبقى عندي مشكله لو انا دخلت المكان وشفته ملتزم مثلا حطيت لي الهاند جيل بره، مثلا دخلت لقيت كل الاستاف لابس كمامات، الارض متعقمه ومتطهره، فهبقى قاعد وانا شايف الناس واخده السيفتي بتاعها، مش هيبقى فارق مع يعني مش هبقى خايف. انما يا ريت الكلام ده لما يتطبق ما يتطبقش على البراندات، يعني ده ممكن هنلاقيه واضح جدا في البراندات. ان احنا عايزين بقى الاماكن اللي هي مضروره، الاماكن اللي هم اصحابنا وجيراننا وقرايبنا محتاجين حد ينزل يوريهم الرولز ماشيه ازاي،
لان هم دي اكتر فئه متضرره. بس انا كهروح يعني الجواب بيبان من عنوانه، لو لقيت السيفتي ويز متاخده اخش. اما هفتح كافيهات دلوقتي وهفتح البلد ما اقدرش اقول ولا، لان برضه في ناس شغاله اكل عيشه على الكافيهات، يبقى معنى كده انا موتت الناس دي، فلازم الدنيا تمشي. احنا بنتمنى نكون لكل الفيروس ده خلاص يكون فترته بسيطه وتنتهي. بصي احنا كده كده بننزل وكده كده احنا في الشارع واخدين احتياطاتنا، كل واحد لابس الماسك بتاعه والجوانتي بتاعه ومش هنقلحهم، لكن ان هم قافلين الدنيا كده صعبه قوي. اصلا كده كده الشعب في الشارع، ففي ناس كتير جدا شغلها واقف ما بيشتغلوش، يعني مش دول اللي هيأثروا. عوده النشاط الرياضي كانت ايضا من ضمن هذه القرارات. هقسمها بس حاجتين، لو اللي هي النوادي الخاصه او احنا مثلا كمواطنين نروح النوادي، لا دي تقف شويه تقف شويه عشان انا عندي اطفال واللي عندهم مدام واللي مامته كبيره وكده، دي مش هتبقى سيف او مش هيجي لنا قلب شويه. انما الدوري قصد حضرتك او الانديه تنزل تتمرن وتلعب طبعا، لان ده شغلهم وهم عطلانين عن الشغل، وفي نفس الوقت الماتشات دي يعني بتشغل 20 حد وراها. وبرضو لو هم فتحوا النوادي هيكون حلو، بس يخلوها من غير جماهير تمام، عشان لو جماهير يبقى كده برضو الناس هيكونوا جنب بعضهم اكتر، فاهم قصدي وكده. بس هتبقى احلى لو فتحوها بس من غير جماهير. اراء متعدده حول الاجراءات التي يتخذها مجلس الوزراء بخصوص تطورات الاجراءات الاحترازيه لمواجهه فيروس كورونا. البعض يرى أن هذه الإجراءات لابد من اتخاذها لاستمرار عجلة الحياة، والبعض الآخر يرى احتمالية حدوث ارتفاع في أعداد الضحايا. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها. إسراء توفيق، فيستوك، قناة الصحة والجمال. رجعنا لكم مرة تانية بعد التقرير. الحقيقة طبعا تقرير مشكورك جدا يا شباب عليه، الحقيقة تعبوا فيه جدا. نبتدي فيه طبعا عن المطاعم، زي ما قلنا جهاد المطاعم طبعا ممكن احنا هو موضوع الناس كلها فعلا بتحاول تلتزم بالظبط، يعني بتوع المطاعم بيحاول عشان يبين للزبون. برضو من اهم الاجابات اللي شفناها في التقرير ده بصراحه ان كله ملتزم بالكمامه، الناس كلها ملتزمه بالكمامه بصراحه، دي حاجه جميله على الرغم ان في ناس ثانيه مش ملتزمه برضو، لكن هم ما طلعوش في الفيديو مش مشكله. بس الاغلب ملتزم الفتره الاغلب ملتزم، فان الناس فعلا بدات تخاف بالظبط، يعني الناس صدقت ان في كورونا بالظبط او في عدوى. وانا ملتزم. لما بلبسها بحمي نفسي وبحمي اللي حواليا بالظبط فعلا كده. نرجع لكلامك عن المطاعم. هو طبعا زي ما قلنا المطاعم، مشكله المطاعم ايه بقى؟ هقول لك على مثال بسيط بقى. في بعض المحلات الا من رحم ربي، مثلا محل كريب تمام، محل كريب مثلا هو بيعمل ايه في الكريب بقى؟ بيجيب البنهايه بيحطها في الرغيف على طول، بجد والله انا ما بهزرش، بس هو الموضوع فعلا مضحك يا جماعه. بيجيب البنهايه، ما هقول لك بس هقول لك بقى بعد كده بعد الكورونا ايه اللي حصل. فكان بيجيب البنهايه يحطها في سندوتش الكريب على طول كده، واخد بالك، من غير ما يسويها. فده كان بين الامراض وكان بين الحمى التيفود وجرثومه المعده. انا واخدها في شكل ضحك بس يعني هقول لك ايه، بس يعني المجربين بقى وكده. فلكن بدانا بعد الكورونا شفنا ايه بقى، شفنا الناس بتوع المطاعم بقى لا يعمل ايه بقى، هو يجيب البانيه يسويه على النار الاول، بعد كده يحطه في الايه، في السندوتش بتاعه او في عيش الكريب يعني. فده دي نقطه برده كويسه، الناس بدات تركز وبدات يعني تهتم بالموضوع. لفت نظري جدا برده في شخص من اللي كانوا بيصوروا معاه بيقول ان هم لو حطوا الهاند جيل والكمامات والحاجات دي كلها هو عنده نيه للالتزام. معنى كده ان ناس كتير جدا عندها نيه للالتزام وحابه ان هي تلتزم حفاظا على نفسها وعلى اسرها، ولكن محتاجين ان يكون متوفر ليهم الحاجات اللي تساعدهم على ده. يعني انا ما ينفعش ادخل برده مطعم الاقي ان مش موفر لي اي حاجه، ولا في هاند جيل، ولا في ومش لاقي الناس كلها اللي جوه شغاله لابسه الكمامات، وان في التزام، فانا مش هلتزم او مش هدخل المكان، ولكن في نيه للالتزام اكيد. طب. من برضو الحاجات الجميله جدا ان قال ان احنا هنقيس درجه الحراره لكل بالزبط. العاملين بالمطعم بالزبط. فدي حاجه حلوه جدا ان هم هيتابعوا الموضوع، واي حد هيظهر عليه اي حاجه او اي اعراض فده مش هيكمل، فبالتالي احنا كده هنقلل من اعداد الاصابات بالظبط. زي ما حصل في مصانع العشاء من رمضان برده، في مصانع كتير اتقفلت بسبب برده القصه دي، كشفوا على الناس الشغالين معاهم. وبرده لازم عجله الحياه تمشي، مش هينفع كل الحاجات تفضل مقفوله بالشكل ده. ما ينفعش طبعا اكيد طبعا طبعا. من اهم بقى الحاجات اللي جت في التقرير كره القدم. طبعا معظم الناس عارفه ان انا بحب كره القدم، ومش هقول انتمائي عشان الناس ما تزعلش، عشان مش هيحصل خلاف يعني. يمكن انا ما بحبش اتكلم في الرياضه في شغلنا هنا، وانت عارفه عشان خاطر ايه، الناس بيقول لك اهلاوي ولا زملكاوي والقصه والروايه والحكايه، لكن احنا هنقول عوده الدوري المصري له، يعني هقول لكم ايه، طابع خاص لوحده كده. الدوري الالماني رجع، والدوري الاسباني والدوري الانجليزي هيبتدى النهارده وهيستكمل بكره، ليفربول هتلعب ان شاء الله محمد صلاح بكره، جيمنا الكبير. لكن عوده الدوري المصري له وضع تاني خالص،
الاهلي والزمالك والمنافسه والحكايه ده وضع تاني من الاخبار اللي على مستواي الشخصي انا يمكن التعبير بان على وشي، وانا يعني فرحان جدا بجد والله بالخبر. فعلا الدوري المصري فيه روح مختلفه حتى لو بدون جمهور، احنا متعودين ان هو بدون جمهور، لكن وده طبعا دي بسبب سياسه الدوله والامن، وطبعا دي على دماغنا من فوق. لكن الحقيقه ان شاء الله عوده الدوري المصري تكون عوده قويه، نتمنى الانديه ان شاء الله تلعب وترجع تلعب. طبعا في خلاف اكيد، انا متابع الاخبار اكيد يعني، لكن ان شاء الله عوده الدوري المصري هيكون وشها خير على كل المصريين باذن الله ان شاء الله. يعني اجالنا خبر دلوقتي ان مانشستر بتلعب والنتيجه 0-0. محمد اللي بعت لي الخبر مع الارسنال. ما هي النهارده العوده ان شاء الله الدوري الانجليزي ان شاء الله، وبكره ليفربول ان شاء الله، كل التوفيق لجمال محمد صلاح باذن الله. باذن الله. احنا كده يا جماعه وصلنا لنهايه فقرتنا الاولى. الفقره الثانيه طبعا كانت هنتكلم فيها عن الثانويه العامه، خليها مفاجاه بقى لكل طلبه الثانويه العامه. خلاص نروح يا جماعه، ولكل الاهالي اللي بيشوفونا. طب الثانويه العامه والاهالي اللي معانا تابعونا يا جماعه، نروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا فقره مهمه جدا بعنوان ان احنا ازاي نستعد استعداد نفسي لطلاب الثانويه العامه لاجتياز الامتحانات بنجاح. ومعانا ضيفنا اللي مشرفنا دكتور فهد شاكر، مدرب التنميه البشريه بالمركز الكندي مونتريال كندا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكم. منورنا. اهلا بك يا دكتور، منورنا. اهلا نورك يا حبيبي. اهلا وسهلا. في البدايه بقى كده عايزين نعرف من حضرتك ايه العوامل اللي الطلبه يتبعوها علشان يقدروا يستعدوا نفسيا لاجتياز امتحانات الثانويه العامه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اولا سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده برنامجكم المتميز فيس توك على قناتنا الجميله الصحه والجمال. وطبعا الفتره اللي احنا فيها دي فتره مهمه جدا، عاوزين نجتازها بمستوى اعلى بكتير من اي سنه فاتت، لان احنا طبعا بنمر بظروف ثنائيه على مستوى العالم ومواجهه فيروس كورونا. طبعا الاستعداد هنا بركز يعني بشكل كبير على الجانب النفسي، مهم جدا الجانب النفسي. النهارده محتاج فكره الدعم النفسي الذاتي للطالب وولي الامر والمعلم. النهارده عندنا مثلث مهم جدا ما بين الطالب وولي الامر والمعلم، محتاجين ان احنا الطالب يكون عنده فكره الهدف، يكون مركز جدا ان هو رايح فين، الهدف رايح فين، انهي كليه، الجامعه، المستوى التعليمي اللي هو عايزه، مستوى الوظيفي الكارير اللي هو محتاجه يخشه بعد عمليه التعليم. مهم جدا يكون عنده الخبره الكافيه ان هو ازاي يتخطى هذه العقبات. اول نقطه في الاستعداد النفسي هي مساله الهدف، لان يعني انا دايما لما كنت بنزل مدارس ثانويه اكتر او اي فئه عمريه كنت بركز جدا على موضوع الهدف. انت النهارده بتذاكر ليه او بتنجح ليه؟ علشان عندك هدف عايز توصله. يعني قصد حضرتك ان لازم كل طالب ثانويه عامه يحط هدف قدامه يكون عايز يوصله. الهدف ده ينبع منه بقى فكره الثقه بالنفس. طب حضرتك لما كنت تنزل المدارس كنت بتلاقي الطلاب عندهم اهداف ولا انا يا عم زي ما تيجي تيجي؟ في بصراحه في وفي يعني في كده سايبها لغايه ما ربنا يفرجها، وفي طبعا بيبقى عنده ايه الهدف، انا عايز ادخل كليه معينه في قسم معين في جامعه معينه في بلد معينه، وعندي كارير معين ما بعد الحياه الجامعيه عايز ادخل الجانب ده او الكارير ده. فبالتالي مهم قوي ان انا بطلع جواه الحاجه الحلوه، هو عايز يخش ايه او عاوز يوصل ايه. طبعا دي مساله مهمه جدا ان هو يكون عنده الهدف اللي هو بيحركه بشكل يدي عنده حافز داخلي ان هو يشجع نفسه بنفسه ان هو ازاي يوصل للكفاءه والامتياز اللي هو بيطمح ليها مستقبلا. طبعا ده بجانب طبعا دعم ولي الامر ودعم المعلم ليه، ده كلها عوامل مساعده ان هو يكون عنده حب للعلم وحب للحياه بشكل عام. طب يا دكتور بنشوف مشاكل كتير جدا متفرعه. تمام. سواء بقى هنناقشها مع حضرتك طبعا كلها، لكن هقول له عنوان رئيسي كده، سواء بقى علمي او ادبي. الطالب سواء كان علمي او ادبي او كان حتى ما عندوش هدف اصلا، هو عايز يدخل ايه وخلاص بيمشي ورا اهله. في ظل كل الظروف دي ازاي الطالب يعرف طريقه؟ تمام. يعرف هو يعني هيبقى ايه في المستقبل؟ تمام. هي نقطه مهمه، هي فكره ان انا كولي امر ان انا اشوف ابني هو عايز ايه، يعني هو يقرر اللي هنا عمليه القرار صناعه القرار، يقرر ما يجبروش. طبعا هو يقرر. يعني انا بلاقي مثلا طبيعي مثلا عيله اغلبها مثلا اطباء او مهندسين او اي فئه من فئات المجتمعيه، فلازم ابنهم يطلع طبيب. الطبيب لازم ابني يطلع طبيب مثلا، مهندس ابني مهندس وهكذا. طبعا الفكره دي فكره قديمه شويه او ثقافه قديمه شويه، احنا عايزين النهارده الطالب يكون عنده استقلال بذاته ان هو يختار بنفسه يقرر بنفسه هو رايح فين. ليه بقى؟ مش شرط ان يدخل حاجه معينه وممكن يفشل فيها لمجرد ان هو تم الضغط عليه نفسيا ان هو يخشها، لان والده ضغط عليه، والدته ضغط عليه. شوفوا تجارب كتير يا دكتور. التجارب دي طبعا بتوصله المهنه يفشل فيها، وبالتالي اما يفشل فيها بعد كده يحاسب انت ليه فشلت، وممكن ننتقده وممكن نقول عليه فاشل، والكلمه دي طبعا هتدي له الم نفسي كبير جدا. لا، هو من الاساس لازم حريه الاختيار.
يعني الاب والام يقعدوا مع الطالب بالذات في المرحله الحرجه اللي هي والوقت اللي هو خاص بمرحله النتيجه، يقول له انت رايح فين او انت عايز توصل ايه. طب انت ما توصل الهدف ده، انت هدفك من الهدف ايه، يعني عايز توصل ايه بعد كده. لازم يرسم معاه خطه المستقبل. لكن احنا بنشوفه كثقافه مجتمعيه للاسف ان بنلاقي طبعا الاهالي بيبقى ليهم ضغط كبير جدا على الطالب، ويضطر ان هو يقبل هذا الضغط، بيجبر الطالب ويحمله فوق امكانياته، ويحمله فوق امكانياته امكانياته فوق الضغط النفسي اللي عليه، ويوصل في النهايه لطريق مسدود. دايما بنشوف ان كل حد عنده ثانويه عامه بيمر بكابوس صعب جدا، هي السنه كلها بتكون مش حاجه غير كابوس. الطالب بيكون في ضغط نفسي كبير جدا، هو واسرته، وضغط بقى من اسرته، وضغط جواه ان هو عايز يوصل لكليه معينه، ضغط من مدرسينه. ازاي بقى يتعامل مع الضغط دي، خصوصا ان السنه دي احنا في حاله استثنائيه بالظروف اللي احنا بنمر بيها؟ اكيد هي عمليه اداره الضغوط بشكل عام قائمة على إدارة الذات، وهي بين قوسين إدارة الوقت. يعني النهاردة عايزين نركز قوي على موضوع الوقت. ليه؟ أنا عايز أعمل إدارة اليوم كامل، أول ما بصحى لغاية ما أنام، إيه البرنامج اللي همشي عليه، الأولويات، الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية وهكذا. عملية إدارة الوقت في حياتنا إحنا كمجتمع للأسف يعني مجتمع عربي بنهدر قوي قيمة الوقت، على عكس مثلا المجتمعات الأخرى المتقدمة يعني أو الغربية بتقدر جدا قيمة الوقت. لكن إحنا عندنا الوقت ما زال برضه لسه يعني في اهمال بنسبه كبيره جدا. الطالب النهارده محتاج انه يعمل جدول مهم جدا واداره لاولويات اليوم، ويحدد ايه في كل ساعه، ويحدد الساعه البيولوجيه بتاعته بشكل كويس، ما يعتمدش بقى على القهوه ويسهر ويطبق والكلام ده، لا غلط. لازم يبقى في عندك 24 ساعه ديرهم بشكل منظم. بس فعلا في كتير جدا من الطلبه بيسهروا وبيناموا بيسهروا طول الليل ويناموا بالنهار، ده غلط. يروح الامتحان ويطبق وهكذا، يروح طبعا نسبه التركيز بتبقى اقل. حتى برده كمان ما بينامش طول النهار كامل، يعني بينامش. هو بينزل دروس وكمان طبعا وده بيأثر على خلايا المخ، وبيأثر على التركيز، وبيأثر على الاتزان الشخصي للانسان، ان هو يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الليل النوم والنهار للحياه والمعيشه. يعني الطالب لما بيروح وهو مطبق ده كده غلط، ده طبعا غلط. في بعض الطلبه بيفتكروا ان هو اجتهاد زياده، او ده كده ان هو كده متميز. طلب العلا سهر الليالي، طبعا مش مقصود بيها طبعا السهر، مقصود بيها الجد والاجتهاد. يعني دي مهمه جدا، يعني انا كل ما اسهر كل ما اكون مجتهد، لا انا كل ما اجتهد لازم اكون عندي قدره على اداره الوقت، وقدره على تنظيم اليوم بتاعي بشكل جيد. طيب يا دكتور، في سؤال مهم بقى، معظم الطلبه او مش معظم الطلبه، من اقول لك من اول ما الثانويه العامه دي اتعملت الطلبه بتقع في فخ الوقت. انا لو ذاكرت 8 ساعات هخش كليه الطب، تمام. لو ذاكرت 10 ساعات هخش كليه الطب في انجلترا. في انجلترا مش الوقت. يعني هل دي وجهه نظر صحيحه ولا خاطئه؟ لا مش كميه الوقت ابدا، هي اللي هي قائمه على التركيز، قائمه على الفهم الجيد للماده اللي انت بتدرسها. يعني النهارده مش عايز اركز ان انا بذاكر 10 ساعات، حتى في اهالي كده كتير عندنا في مجتمعنا الواد بيذاكر من 20 ساعه وبينام 4 ساعات، لا مش يعني مش الدرجات دي، انت لازم تكون عندك اداره الوقت، ان في 6 ل 8 ساعات نوم ده اساسي، وساعات محدده ليلا مش نهارا طبعا، النهار مالوش قيمه. رقم 2 بيبقى عندك ان كل حاجه وليها وقتها، اداره نشاطات اليوم، فدي مساله اداره الوقت دي انا بركز عليها في كلامي، لان هي دي اساس لنجاح اي عمل بتقوم بيه، لاي نشاط اثناء اليوم بتقوم بيه، اول اليوم لاخر اليوم. فبالتالي كميه الساعات مش مقياس للتفوق الدراسي، التفوق قائم على التركيز، قائم على التحدي للظروف المحيطه بيك، بالذات احنا النهارده في ظروف استثنائيه مهمه، محتاج ان احنا نكون اقوى منها على قد ما نقدر. وطبعا يعني الدعم الروحاني من ربنا سبحانه وتعالى من خلال تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، ده هيدينا حافز روحاني جميل ان احنا نتخطى هذه العقبه بامتياز ان شاء الله. بإذن الله. احنا معانا مداخله دلوقتي من احد مدرسين الثانويه العامه، من مستر عاطف. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عايزين كده نعرف من حضرتك راي حضرتك ايه في المدرسين اللي اعتذروا عن المراقبه في لجان الثانويه العامه السنه دي. سمعنا يا فندم. الحقيقه حضرتك زي ما انت عارفه الاعتذارات دي بيبقى فيها طبعا جوانب قانونيه مسموح بيها، والقانون مكفل لهم طبعا، اللي هيبقى عندهم طبعا الجانب البدني مش سليم نفسيا طبعا او صحيا بتقارير طبيه طبعا. فطبعا كل واحد على حسب ظروفه وحسب التقارير اللي الدوله طبعا بتقبلها منه. يا استاذنا، في بعض الناس قالت ان المدرسين او بعض المدرسين اللي راحوا اعتذروا خوفا من الكورونا. ممكن حضرتك بس تسمعنا من التلفزيون؟ نعم. ممكن حضرتك تسمعنا من التليفون لو سمحت؟ تليفون. انا مع التليفون مع حضرتك. معلش بس وطي التلفزيون عشان حضرتك تسمعنا. تمام.
فيه احنا لو دخلنا على موقع التواصل الاجتماعي حضرتك هنلاقي فعلا كم الاعذار كم الناس اللي بيقولوا الكلام ده، وناس صوروه طبعا انه بيعتبر هروب، وناس بيعتبروا انه خيانه. لا فعلا فعلا اكيد معاه تقارير الطبيه السليمه، اكيد هو اللي بيقبل اعتذاره. ومش هنقدر نعمل طبعا نتجاهل ان في ناس اهو بيخافوا، ونديهم الحق انهم يخافوا طبعا. تمام يا فندم، نشكرك جدا يا فندم. شكرا لحضرتك. بس احنا لو ربطنا الموضوع بالجيش الابيض والممرضين اللي احنا افتقدنا عدد كبير جدا منهم في الازمه دي والاطباء، ففعلا احنا نرفع ليهم القبعه ونحييهم على ان هم ما استسلموش، ما انسحبوش، وقفوا وهاجموا المرض بكل قوه. كانوا واقفين يعني فداء لينا، بيفدونا بارواحهم. فحقيقي كل التحيه والتقدير ليهم. طبعاً. اكيد طبعا شيء جميل. وتعقيبا حتى على المداخله لاستاذنا، يعني احنا مش عايزين يعني نتهم اتهامات باطله، لا اكيد كل واحد ظروفه يعني ايا كان طبعا. احنا بس حضرتك لما شفنا بالصور وبالادله في اعداد كبيره جدا من المدرسين اعتذروا عن المراقبه. خوف يا دكتور؟ يعني ممكن يكون خوف مواجهه، ممكن يكون خوف مواجهه الازمه. طبعا ده يعتبر جبن طبعا اكيد، ولكن زي ما استاذنا الفاضل قال بدل في عذر قهري يمنعه من دخول هذه التجربه، خلاص يعتقد هو معذور. ولكن انا بعقب على كلمه حضرتك، هو مش نوصفه بالجبن، مش نوصفه يعني. يعني احنا ما ينفعش نقول جبن يعني، ولكن ممكن يكون مثلا ان مدرسه خايفه على ابنائها ان تنقلهم المرض. ممكن يعني مثلا مدرس في اعذار كتير طبعا. بالظبط يعني بالظبط، في ناس تبقى كده يعني، هي حسب العذر القائم ممكن. لكن يعني كمقارنه فعلا من الجيش الابيض، الجيش الابيض طبعا عمل ما فيش مقارنه بصراحه، ما ينفعش يدخل مقارنه مع اي حد الحقيقه. ولكن يا دكتور برضه يعني تعقيبا برضه على كلام جهاد وكلام حضرتك، كلام مدخل برضه، ان كل واحد في المجتمع ليه دور. صح. ما هو انا مثلا كمدرس لو تراجعت طب الامتحانات ممكن لا قدر الله تتاجل. اكيد. فده اللي احنا مش عايزينه، احنا مش بنقلل من دور حد يا جماعه. وكمان الطلبه لما يشوفوا حاجه زي كده ده بيسبب جواهم خوف اكتر. يعني لما المدرسين بالظبط من المدرسين كلهم ينسحبوا، او بعض المدرسين ينسحبوا بالظبط، هيقول بقى لا ده في حاجه كده، في حاجه كده بينها كده، مش ايه ثقتي بنفسي. باذن الله ربنا يحميهم باذن الله ويحفظهم ويعديها على خير يا رب ان شاء الله. نرجع بقى لموضوعنا يا دكتور، هنروح بقى لسؤال مهم جدا. الاشاعات اللي بتظهر على السوشيال ميديا بخصوص التعليم، تمام، وزير التعليم قال، الاداره التعليميه قالت، ده بيأثر تأثير طبعا بنسبه كبيره سلبي على طلاب الثانويه العامه. احنا نقول لهم ايه عشان نعدي من الاشاعات دي؟ طب احنا اولا اداه الاعلام اداه مهمه جدا في اي مجتمع، طبعا فيها جانب سلبي وجانب ايجابي. احنا عايزين نركز جدا على الجانب الايجابي، مش عايزين نركز قوي كطالب ثانويه بالذات في الايام اللي احنا فيها، ومخلص فاضل ايام بسيطه ويدخلوا على مرحله الامتحانات. فبالتالي احنا مش عايزين ان هو يركز قوي في اي رساله سلبيه موجوده على السوشيال ميديا بشكل عام. احنا عايزين نركز فقط على زي ايه مثلا يا دكتور؟ يعني مثلا اي رساله او اي اخبار ممكن تكون مش حقيقيه، مش عايزين نركز عليها، بتكون سلبيه، بتكون بتدعو للاحباط او بتدعو لل يعني زعزعه الثقه بالنفس. بمناسبه الموضوع ده عايزين نعرف راي حضرتك في القرار اللي احنا شفناه قلب الدنيا، اللي احنا كنا بنناقشه في الفقره الاولى عن ان اي طالب هيتوفى هيتم تعويض عيلته ب 5000 جنيه وهيعتبر ناجح. طبعا دي شائعه طبعا، مش حقيقه طبعا. الوزاره طلعت كذبت هذا القرار طبعا، يعني طبعا ده خبر خبر كوميدي طبعا، اكيد مش حقيقي. احنا مش عايزين نوصل لمرحله في حياتي يعني، ان شاء الله يا خير الازمه تعدي على خير، لكن مش عايزين نوصل لمرحله الايه في حاله الاصابه او الموت، او احنا نعمل عمليه تخويف. طبعا دي ايحاء سلبي جدا، ان انت النهارده تقول ده ممكن يحصل كوارث من اول ما تبدا مثلا اول يوم الامتحانات الثانويه العامه في مصر، يحصل فيه اصابات مش عارف بالالاف، فيه موت بالمئات. احنا مش عايزين نركز على الرساله السلبيه، احنا عايزين نطمن اولادنا. وطبعا الدور القائم على الساده المعلمين دور مهم جدا في تحفيز الطالب. احنا زينا زي مثلا زي الجيش الابيض، زي الجيش مصر، زي الشرطه، زي كل جهاز في البلد، كلنا محتاجين نكون ايد واحده كل عشان كلنا اصلا يعني ابناء وطن واحد. فمش ينفع ان احنا نتراجع، يعني لو تراجعنا يبقى العذر او ايه يعني حاجه قهريه تخليني فعلا اتراجع، لكن لو في الطبيعي لا انا عايز اتقدم. بعدين شفنا الدوله الحمد لله لم تقصر في حق الطلاب بتوعنا، يعني الدوله جهزت المدارس وجهزت الكمامات والاكياس العازله والجلافز وحتى الالات الزواجيه اللي الطلبه بتدخل فيها عشان تتعقم، والمدرسين والعاملين في المدرسه. فالدوله مش مقصره طبعا طبعا. فانا كطالب ثانويه عامه ما ينفعش الاجراءات الاحترازيه بصراحه للموضوع ده. بالظبط. انا حابب اكد ان انا فعلا بشيد بدور الدوله طبعا بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومه والوزراء وجميع طبعا الجهات المعنيه بتقوم باجراءات وقائيه واحترازيه مهمه جدا. طبعا ده مهم قوي ان احنا واحنا شفنا ده في فيديو تجريبي حصل، فعلاً كان فعلا في اجراءات يعني بصراحه جميله جدا، مشددة جدا ووقائيه للطلاب. صح. وكمان للمراقبين. احنا الطالب النهارده عاوزين نبعد عنه بقى الجانب النفسي السلبي، ان انا اقول له اطمن،
وكمان في اعاده، يعني انت ممكن النهارده يعني يبقى في تاجيل او مثلا يبقى في دور تاني ويبقى في تاجيل لسنه كامله. يعني هم مدينك برضو امتيازات كتيره انك تطمن ان مفيش مشكله عندك، غير بس انك تركز في الماده العلميه اللي انت هتمتحنها في اول يوم وهكذا لغايه نهايه الامتحان. بالظبط. تمام. معانا مداخله من مدرس برضو الثانويه، استاذ هاني. ايوه السلام عليكم. مساء الخير يا فندم، اتفضل. مساء الخير. اهلا بيك يا استاذ هاني. اهلا بحضرتك استاذ عم منعم، ازيك؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك بخير، اهلا بيك يا فندم. والله يعني انا شايف ان الصوره هتبقى طيبه وهتبقى كويسه ان شاء الله، والدوله لم تقصر في جهدها اتجاه الطلبه، وهي خايفه على الطلبه اكثر من اهاليها، وخايفه على الطلبه اكثر من الطلبه نفسيه. تمام. فاحنا يعني بنقول ما حدش يخاف وان شاء الله خير، والطالب ما يشغلش نفسه بدخول اللجنه، لا يشغل نفسه بالاستعداد للجنه، بالاستعداد للماده، بالاستعداد للامتحان. ملوش علاقه وملوش دعوه هيخش ايه اللي هتعمله الدوله، الدوله خايفه عليه، هتامنه، كل حاجه معمول لها حسابها للطالب. التركيز على حاجه واحده بس، انه يذاكر ويطمئن ويستعد، ومفيش قلق، مفيش خوف. احنا ما نقلقش من اي حاجه، لان ربنا معانا، لان احنا ربنا نصرنا في اكتوبر ان شاء الله، هنصرنا في الثانويه العامه باذن الله ان شاء الله. استاذ هاني حضرتك رايح لجنه؟ نعم. حضرتك رايح لجنه امتحانات؟ لا انا بروح تصحيح. تمام. طب حضرتك تحب تقول للمدرسين اللي يعني ما عندهمش عذر بيحاولوا يهربوا او مش هروب، يعني بيحاولوا يتحججوا ان هم ما يروحوش لجنه الامتحانات؟ والله ده يعني المفروض ان الثانويه ده عمل زيه زي عدو جه على الوطن مع فرق التشبيه. تمام. فالمفروض احنا الكل نستعد وكلنا نواجه وكلنا ما نتخاذلش وكلنا ما نزوغش، بمعنى اصح كلنا كده نروح مهما كانت يعني المكافآت بسيطه، بس احنا في عمل مكلف بيه. احنا زينا زي بالظبط كده الناس اللي شغاله في المستشفيات دلوقتي، وزينا زي اللي قاعدين في الصحراء من الجيش، وزينا زي اللي قاعدين في اقسام الشرطه من الضباط. المعلم نفس الكفاءه، فما يهربش، بالعكس يواجه، عشان كلنا كده في عمليه واحده، وكلنا في موقف واحد، وكلنا في معركه واحده، فعادي ان شاء الله ننتصر في النهايه باذن الله تبارك وتعالى. هل خوفك على ابنائك كفيل ان هو يخلي حضرتك انك يعني تعتذر عن المراقبه؟ لا بالعكس طبعا. لا المفروض انا خوف على ابنائي اكون معاهم. انا قصدي يعني ابناء حضرتك اللي في البيت، ان حضرتك تكون خايف انك تنقل لهم العدوى. لا انا هضرب لحضرتك مثال، لو انا مثلا قدر الله ابني بيعمل عمليه، هسيبه واهرب ولا اقف قدام اوضه العمليات لغايه ما يخلص؟ اكيد لا. اكيد طبعا. هو هنا بتفرق المدرس اللي فعلا معتبر الطلبه اولاده فعلا. نفس النظام، انا مش خايف من العدوى، في العدوى موجوده في الشارع. بالظبط. صح فعلا. موجوده في كل مكان. على العكس ده، انا لما اروح امتحانات مفيش عدوى، لان الدوله عامله حسابها كل حاجه. اكيد طبعا. لغايه الحمامات كاتبين كده لازم تطهير الحمام مره واثنين وثلاثه في اليوم الواحد. خدت بالك؟ فطبعا هنا مفيش خوف، انا مش خايف، انا خايف على الطالب نفسيا ان هو خايف من العدوى. لا ما خافش من العدوى، لان العدوى موجوده في كل مكان، لكن انا خايف على حاجه، ان انت تخش الامتحان وتتوتر ما تعرفش تحل. لا لا انا دي اللي خايف منها، مش خايف من العدوى وخايف من المرض، لا لا، انا خايف من الطالب يقل مستواه في اللجنه بسبب التوتر والضغط العصبي وكده. شكرا جدا. بنشكر حضرتك جدا. شكرا جدا. معانا مداخلة من رشا من القاهرة. معانا مداخلة من رشا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا استاذة جهاد، منورة الشاشة والله. ربنا يخليك يا رشا، شكرا. احنا بنستنى البرنامج يوم الاربعاء عشان نشوفك والله يا استاذة جهاد. ربنا يخليك يا رب، شكرا. كل مواضيعك هادفة وجميلة جدا. ربنا يخليكي، شكرا. حابه تسالي عن حاجه دكتور؟ على انا كوليه امر ممكن، انا كوليه امر بقى ممكن ازاي احمي ابني، يعني اخلي ابني ازاي اللي رايح اللجنه مطمئن او مستقر نفسيا من ان هو مش خايف من الامتحان زائد الكورونا، فده ممكن يتحل ازاي؟ ايه الجمل اللي ممكن اقولها له، او ممكن الحاجات اللي اعملها له قبل الامتحان بفتره، كغذاء بقى او حمايه طبيه او حمايه نفسيه؟ شكرا يا فندم. شكرا ليكي يا استاذه جهاد، ومنورانا دايما على الشاشه. شكرا ليكي يا رشا، ربنا يخليك. عايزين نجاوب على سؤالها، وسؤال مهم جدا بصراحه. سؤال مهم الاستاذه رشا، طبعا بنتكلم على الاجراءات الاحترازيه اللي المفروض تقوم بيها. طبعا هو في شقين، شق طبي وشق طبعا نفسي. الشق الطبي طبعا متعرف عليه، ان احنا ازاي تامن ابنها مثلا من
العدوى، عن طريق مثلا الكمامه، عن طريق النظافه الشخصيه، عن طريق حاجات اللي متبعه اللي هي دايما يعني ايه اخواتنا اطباء يعني بيناشدوا بيها وبيتكلموا عليها في كل وسائل الاعلام. لكن انا في الجزء الخاص اللي انا عايز اركز معاها، كنا احنا دايما بنتكلم في كورساتنا وبرامجنا عن الارشاد التربوي، بنركز جدا على موضوع الدعم النفسي. الدعم النفسي ده مهم جدا لاي حد، يعني مهم خالص انك ازاي تدي ابنك حافز ان هو النهارده بياخد مرحله ايا كان الظروف دي، هي ظروف عامه على العالم كله، يعني مش بشكل خاص ليه هو او لبلده بس او لبيته بس. فبالتالي انا عايز اديله حافز ان هو دايما يركز على الهدف اللي رايحه. عشان كده ارجع تاني اقول فكره الهدف كاكبر حافز نفسي، ان هو ازاي يكون عنده قدره على المواجهه في الازمه اللي احنا فيها دي. فطبعا مهم قوي ان انا بحفزه، بوصله لمستوى اعلى، طبعا بقول له ان مفيش خوف من حاجه، لا يعني عادي. احنا نقدر كده نقول بصير. ان زي ما الدوله ليها دور، الام برضو ليها دور. دور كمان ما يقلش عن دور الدوله. بالظبط. معانا مداخله من مستر امام راشد احد مدرسين الثانويه العامه. الو، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. وانا احب قبل ما ابدا بس موضوع الحلقه يعني ابارك لكم على البرنامج، ما شاء الله استاذه جاد دايما متالقه. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. ما شاء الله عليكم. ربنا يبارك فيك يا فندم. ربنا يخلي حضرتك يا رب. شكرا. شكرا جدا ليك. انا كنت حابب ارجع تاني لموضوع سؤال الحلقه، هو الاستعداد النفسي للطلبه، ازاي الطلبه يقدروا يستعدوا نفسيا للامتحانات، خصوصا ان انا بقالي اكثر من 22 سنه شغال في مجال الثانويه العامه والثانويه الازهريه، ودلفي كمان بالصدفه السنيه دي هي عندها ثانويه عامه. فانا اذا كنت بقول النصايح دايما لبنتي، فانا احب كل الناس تسمع النصيحه دلوقتي. احنا عايزين حضرتك بقى توجه كل النصائح دي للناس كلها اللي بتسمعك. قول يا فندم حضرتك. انا ان شاء الله مش هاخد وقت منهم كتير، انا يعني دقيقتين بالظبط، انا يعني في ثلاث نقاط بالظبط. اتفضل. اول نقطه، انا احب اقول لكل اولادي في الثانويه العامه والثانويه الازهريه ان شعار الثانويه العامه ان الثانويه العامه سباق ماراثون وليس سباق سرعه. بمعنى ان الماراثون اللي بيكسب في الاخر اللي بيفضل محافظ على لياقته الذهنيه والبدنيه والنفسيه للنهايه، اما سباق السرعه هو اللي بيبذل مجهود في اقل وقت عشان يقدر يوصل للي هو عايزه، زي السباقات القصيره يعني. لكن الثانويه العامه محتاجه المجهود، افضل محافظ على نفسي لحد اخر ماده، لحد اخر خمس دقائق في اخر ماده. فده طبعا هيستلزم مننا ان احنا نكون محافظين على الجانب النفسي والذهني والبدني، وخصوصا بقى النفسي. يعني الذهني والبدني كل الولاد بيشتغلوا ذهنيا والاهل بيهتموا بيهم بدنيا، لكن للاسف ساعات الولاد او اولياء الامور ما بيكونوش مراعين الضغوط النفسيه اللي على الولاد. فانا بدايه عشان اتكلم على الجانب النفسي، زي ما قال استاذنا الضيف ان ما فيش حد ممكن يبذل مجهود وهو ما عندوش موتيفيشن، ما عندوش دافعيه. فالهدف هو الاساس. لو الولد او البنت حاطط قدام منه الهدف بتاعه واضح جدا، عارف السبل ازاي يوصل للهدف بتاعه، كل التعب اللي مر بيه اثناء السنه او لسه هيمر بيه في الشهر ونص الجايين ان شاء الله هتكون بسيط، هيقدر يستحمل الاخر. ودايما انا يعني كان في قصه كده بتوع التنميه البشريه بيقولوها، ان هم جابوا 100 فيجر، 100 شخصيه مشهوره جدا، وسالوهم، عملوا لهم سيرفي يعني بس كده استبيان، سؤال واحد بس والاجابه لازم تكون في كلمه واحده بس، ايه سبب نجاحك في الحياه؟ يعني ناس زي زوين، ناس زي في الرياضه زي ميسي وكريستيانو، ناس في الفن، انتوا ازاي بقيتوا كده؟ ازاي نجحتوا النجاح ده؟ ده كانت الاجابه عند اكثر من 85 90% هي الكلمه دي. ايم، هدف. ثلاث حروف بالظبط بالعربي وثلاث حروف بالانجلش، هدف. لو انا الهدف بتاعي واضح هستحمل كل التعب اللي هيمر بيا سواء اثناء السنه او اثناء الفتره دي. طيب اعمل ايه عشان افضل محافظ على الهدف بتاعي للنهايه واقدر احققه؟ لازم دايما تفكر نفسك بهدفك، وتفكر نفسك دايما وتحمس نفسك ان انت تقدر تحقق الهدف ده، تدي لنفسك رسائل ايجابيه. وانا دايما كنت بقول للطلبه بتوعي if you want to be you will be. شكسبير قال to be or not to be. انا ما بقولش لا، الثانويه العامه مش to be or not to be، لا. if you want to be you will be. لو عايز تكون هتكون. لو انت نفسك توصل لهدفك ان شاء الله هتكون. من خلال 22 سنه خبره انا شفت ان الاولاد اللي كان عندهم اهداف معينه معظمهم بفضل ربنا قدروا يوصلوا للهدف بتاعهم. ودايما ربنا سبحانه وتعالى مدينا هو ربنا اللي قال لنا كده، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. احسن عمل. فده عهد من ربنا لكل الناس، لكل الناس. فلو انت فعلا احسنت عمل وعملت اللي عليك، اكيد اكيد ان شاء الله هتوصل للي انت عايزه. باذن الله. اتمنى
اتمنى عشان ما اطولش عليكم. النقطه الاولانيه ان كل الولاد يفكروا نفسهم بهدفهم ويشتغلوا عليه لحد اخر مدى، وده يستلزم منهم زي ما قال برضو استاذنا كده اداره الوقت، بعد ما احط الهدف بتاعي لازم اعمل حاجه اسمها ديلي روتين، انا ازاي امشي اليوم بتاعي، خصوصا بقول لكل الطلبه بتوعي النوم النوم النوم. اوعى تفتكر ان انت لما تقعد تذاكر بال 18 و20 ساعه ويبقى انت كده انجزت، بالعكس هتبتدي تلاقي نفسك مشوش ومعظم المعلومات هتنساها تاني، لا لازم 8 ساعات في اليوم نوم، واوعى تروح اللجنه وانت مطبق. نشكرك جدا يا فندم، نشكرك جدا. عملت الغلطه دي في ماده من المواد والحمد لله قدرت ايه اصلح بعد كده. بنشكر حضرتك جدا على النصائح العظيمه دي، ولكن وقت البرنامج بس، فاحنا كان نفسنا نسمع من حضرتك اكتر من كده. عايزين بقى حضرتك توجه لكل طالب ثانويه عامه ولكل الاهالي بتوع الثانويه العامه اللي بيشوفونا رساله المفروض انا رساله ثلاثيه، انا هسميها رساله ولكن في نص دقيقه لان وقت حلقتنا خلص. سريعا جدا، هي كلمه يعني كلمه قصيره لثلاثه مهمين جدا، الطالب ولي الامر المعلم. الطالب اطمن ان شاء الله خير، الدوله قايمه بدور كبير جدا، انت محدد هدفك رقم واحد، دي اهم حاجه. ولي الامر الدعم النفسي، لازم تشجع ابنك على قد ما تقدر، ما تخوفوش ابدا، لازم تدي له الطاقه والحافز على قد ما تقدر. رقم ثلاثة المعلم، ومفترض هو كمان ما يقلش قيمة عن ولي الأمر. المعلم دور الأساسي هو التعليم وأيضا التوجيه والإرشاد والتوعية. طبعا الثلاثة دول هما يعتبر حاجة واحدة لإنجاح المنظومة يعني التعليمية وإنجاح منظومة المجتمع بشكل عام. شكرا جدا جدا، شكرا، شرف لينا حضرتك، نورتنا النهارده. ولكن قبل ما ننهي حلقتنا النهارده، انا وعبد المنعم بنتوجه بخالص الشكر لمراسله البرنامج الجميله اسراء توفيق، وطبعا عايزين نشكر طبعا محمد السيد المعد وبرده هو مصور فيديو. مشكوركم جدا يا شباب دايما داعميننا، مشكوره دكتور فهد، شكرا زميلتي جهاد، ان شاء الله استنونا حلقه جايه في فيس توك الاربعاء القادم باذن الله. عبد المنعم الف وجهاد الديب، الى اللقاء.